إلى ألمانيا عن طريق الدراسة. أعزائي، قد يجهل الكثير أن حقيقة التعليم داخل ألمانيا خاصة فيما يتعلق بالتعليم العالي مجاني تماماً 100%، وذلك للطلاب الألمان والأوروبيين والدوليين، على عكس التعليم داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الكبرى التي يحتاج التعليم فيها إلى منح دراسية مرتفعة الثمن وأموال طائلة للحصول على مقعد واحد في إحدى جامعاتها، حيث تعتبر الرسوم الدراسية في الجامعات الألمانية منخفضة بشكل كبير أو تكاد أن تكون معدومة، مما جعل التعليم الجامعي في ألمانيا من الأمور السهلة والبسيطة جدا. يطلب فقط من المتقدم للدراسة في ألمانيا الحصول على تأشيرة طالب والتي تساعده في البقاء في ألمانيا حتى انتهاء فترة دراسته بالكامل، أي بعد أن تحصل على قبول جامعي من جامعة ألمانية يجب أن تقدم على الفيزا الدراسية لكي تستطيع البقاء في ألمانيا. كما يمكن للطالب المكوث داخل ألمانيا لفترة إضافية محدودة بعد انتهاء الدراسة للبحث عن عمل، أي نظام ألمانيا نفس نظام إيطاليا. بعد أن تنتهي من الدراسة في ألمانيا يعطوك إقامة لمدة سنة كاملة، هذه السنة تبحث فيها عن عمل. بعد أن تجد عمل سوف تقدم طلب تحويل إقامتك من إقامة دراسية إلى إقامة عمل. كما يمكن للطالب وإذا نجحت في الحصول على العمل وحصلت على عقد عمل ستبقى داخل ألمانيا لفترة أطول حتى تتقدم بطلب الحصول على الإقامة الألمانية لغرض العمل، والتي تعادل تأشيرة الهجرة التي يطلبها أي شخص من أي دولة. وبالمناسبة وصلت الإحصائيات إلى أن أكثر من 54% من الطلاب الذين سبق لهم الالتحاق بالدراسة في الجامعات الألمانية استقروا بعد تخرجهم في ألمانيا بسبب فرص العمل المتاحة أمامهم، وأن نسبة 54% نسبة كبيرة جداً.